السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن موضوع جدا مهم في ضمن لغة البرمجة بايثون. اليوم إن شاء الله نتكلم على شيء اسمه بالبايثون اسمه descriptors. descriptors موضوع جدا مهم في لغة البرمجة بايثون، يستخدم بأغلب البروجكت المشهورة ضمن لغات البرمجة بايثون، بعضها باللايبراري بنفس لغة البرمجة بايثون بالكور لانجوج نفسه يستخدم بكثرة. فهمك للdescriptor معناها دخولك إلى مجال جدا واسع بلغة البرمجة بايثون، وبالأحرى يعني فهمك للديسكريبتر وشلون تشتغل هذه الديسكريبتر معناها إنك يعني إن شاء الله تكون يعني محترف بضمن لغة البرمجة بايثون. قبل لا ندخل بموضوع الديسكريبترز وكيف وما هي الديسكريبترز ومتى نستعملها ومتى ما نستعملها، لازم بالبداية تأخذ صورة أو تعرف أو تفهم موضوع جدا مهم بلغة البرمجة بايثون. يعني كيف الأوبجكت، يعني أنت من لنفرض لديك أوبجكت اسمه فو، وضمن هذا الفو معروفة موجودة أتريبيوت كانت تكون مثلا نيم. فأنت عادة حتى يعني تعرف قيمة النيم عادة بلغة البرمجة بايثون، أنت كل اللي تكتبه تعمل أوبجكت للكلاس فو، وهذا الأوبجكت راح تقول له object.name. زين، شنو اللي صار؟ أنت المفروض تعرف شنو اللي صار يعني خلف هذه العبارة اللي كتبتها وحصلت على قيمة النيم، على قيمة النيم. زين، هذه مقدمة جدا ضرورية قبل لا ندخل موضوع الديسكريبتورز، لازم تعرفها. زين، يعني راح نعطيك اثنين ريسورس. أنت إذا تريد تفهم الديسكريبتورز بصورة موسعة جدا وبصورة عامة حتى تفهم لغة البرمجة البايثون هي نفسها شلون تعمل، راح نعطيك ريسورس اثنين اللي هنا موجودات بالسايت للغة البرمجة بايثون، بامكانك الاطلاع عليه حتى تاخذ معلومات اضافية. يعني انا ما راح اقدر اشرح لك كل الفيتشرز خلال هذا التريننج او هذه الابسود. زين، عندنا السايت الاول اللي هو الميثود ريزوليوشن اوردر، هذا جدا مهم جدا مهم وجدا ضروري. السايت الثاني اللي هو الديسكريبتر اللي هو الاوفيشال دوكيومنت اللي يحكون بها على الديسكريبتر، بامكانك ايضا تطلع عليهم. ماشي، فانت بصوره عامه عندك يعني مصدرين بامكانك تطلع عليهم، راح اترك لك اللينك اسفل اللينكات اسفل الفيديو. زين، هسه راح اخذ في مجموعه اكزامبلز جدا بسيطه على شلون هذا الميثود ريزوليوشن اوردر شلون تعمل. اوكي، زين، خلي نسوينا في ملف، راح نسوي الملف مالتنا ديسكريبتور بايثون. اوكي، زين، هذا الملف مالتنا خلينا نسيفه. زين، راح نسوي لنا كلاس، الكلاس مالتنا راح نسميه بيرسون. اوكي، الكلاس مالتنا راح يكون عباره عن نسميه مثلا كلاس. دائما تحاول من تعمل بالبايثون ان تعمل حسب ال BEB8، يعني دائما حاول تلتزم بالرولز اللي تفرضها عليك لغه البرمجه بايثون حتى يكون الكود مالتك كود يعني حسب قواعد لغه البرمجه بايثون. فشوفني انا راح اضيف كومنت، يعني اهتم بالسبيس، اهتم بهذه الامور. يعني مثل ما قلت لك لازم انت تلتزم بالرولز بالبايثون رولز. زين، راح نسوي لنا self تكون name راح تكون مالتنا name. اوكي، يعني هذا مثل ما تلاحظ هذا العفو، هذا هو كلاس سمينا راح نسميه العفو، هذا اسمه المفروض بيرسون. اوكي، هذا الكلاس. زين، راح نتعامل وياه، راح نسوي لنا فانكشن اسمها مين، ونكتب مثل ما قلت لك لازم مين، مثل ما قلت لك لازم تلتزم تلتزم بال البايثون رولز كتابتك للكود مالتك. راح نسوي لنا نيو بيرسون
يعني راح نسوي اوبجكت بيرسون، راح الاوبجكت مالتنا ياخذ نيم، راح يكون النيم مالتنا فور اكزامبل بايثون. اوكي راح نقول له برنت برنت تو بيرسون نيم. اوكي زين راح نقول له اف مين ونسيف. اوكي سيف. هنا انا حاليا مثل ما تلاحظ نيو بيرسون نيم هذه اللي هي الاوبجكت والاتريبيوت، لازم تعرف انت شلون كيف شلون العمليه صارت. فهسه اذا نفذ راح ينطينا البايثون. اوكي انطينا بايثون مثل ما تلاحظ اسفل اسفل الصوره. زين شنو اللي صار هنا؟ أنا لازم نفهم شنو اللي صار هنا. أنا بالحقيقه اللي صار هنا هو هذا، راح اكتب لك اياه. هو اجى يعني انت مثل ما قلت لك انت تريد من يعني النيم، اللي صار انه هو الاوبجكت كل اوبجكت بي دندر ديكت اللي هي ديكشنري اللي هي تحتوي على من تحتوي على الاتريبيوت والقيم مالتها. فحتى ندخل على هذه الدندر ديكت بامكاننا بهاي الصوره نكتب مثلا نيم. اوكي سو بهاي الصوره وكانه انت هذه وهذه العمليه هي مساويه لمن مساويه للنيو بيرسون نيم. زين نفس الشيء يعني هي مساويه لهذه الفكره. بالحقيقه هو انت عاده من تكتب نيو بيرسون دوت نيم هو اللي تشتغل البايثون هذه. هسه انا ليش اقول لك هسه هذه ليش انا اركز عليها ليش اريدك تفهمها؟ لان هذا موضوع جدا مهم. هسه راح اعطيك فد اكزامبل ثاني راح اشوف شنو الفرق بيناتهم. فهسه حاليا اذا سيف وتنفذ هذا راح يعطيك نفس القيمه اللي هي البايثون. زين